أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد، نرسل فيه أهم ما جاء في الصحف العربية والعالمية وحتى العراقية، لكن بعد أهم العناوين. نشر في موقع الهيئة نت بحجة البحث عن مطلوبين حملة دهم وتفتيش واسعة شرقي الفلوجة. وفي المدى انهيار في مشروع ماء النصر بعد أقل من سنة على افتتاحه. ونقرأ في موقع كتابات الأمم المتحدة: إزالة الألغام من الموصل تستغرق 10 سنوات. أما في الجزيرة نقرأ تحت عنوان: تلميذ مفصول يقتل 17 في مدرسة بفلوريدا. وفي العربي الجديد نشر تحت عنوان: سوق مريدي يستعصي على العراق أسلحة تكفي لفتح جبهات. وفي القدس مسلمة مرشحة لمنصب عمدة مدينة أمريكية تتلقى تهديدا بالقتل. أما في الحياة فنقرأ تحت عنوان: تيلرسون حزب الله جزء من العملية السياسية في لبنان. أهلا بكم. كشفت منظمات محلية عراقية إنسانية وأعضاء في البرلمان العراقي وناشطون في مجال الإغاثة إجبار النازحين في الخيام على العودة إلى مدنهم المدمرة قسرا خلال الأيام الماضية، وفي بعض الأحيان هددوا بجرف الخيام مؤكدين أن مدنهم غير آمنة للسكن بسبب انتشار الأمراض وعدم دفن الجثث التي ما زالت ملقاة على الأرض وانعدام الخدمات من مياه وكهرباء، فضلا عن هدم نحو 60% من المنازل والمباني السكنية بحسب تقرير العربي الجديد. يقول رئيس منظمة السلام لحقوق الإنسان العراقية محمد علي إن التقارير الميدانية الواردة من نينوى والأنبار وكركوك وبغداد تؤكد اتساع عملية إعادة النازحين قسرا خلال الأيام الماضية وبشكل غير إنساني، ويوضح للعربي الجديد أن النازحين وضعوا في حافلات تابعة لوزارة النقل وقد أعيدوا إلى مناطقهم بشكل همجي، مبينا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد يكون متورطا أو متغاضا عن هذه العمليات غير الإنسانية، ويشير إلى أن النازحين يفضلون البقاء في الخيام الباردة على العودة إلى المدينة التي لا يملكون فيها منازل. ونصب نازحون خياما على أنقاض منازلهم، لكن المشكلة لا تنحصر هنا بل تكمن في البيئة المليئة بالجراثيم والأمراض نتيجة انتشار القوارض والحشرات والجثث، فضلا عن الألغام والأجسام غير المنفجرة من مخلفات تنظيم الدولة الإسلامية داعش والعمليات العسكرية. ويتحدث عن تورط ميليشيات وأحزاب مع الحكومة في هذا الملف تحديدا. إن القانون كفيل للعراقي السكن والإقامة في أي شبر من العراق، وهذا نص دستوري، لكن ما نراه اليوم من ممارسات للإعادة القسرية تخالف ذلك بشكل كامل. لعودة القسرية للنازحين لا تجوز حقيقة هذه الممارسات القسرية، لأن قسما منهم طلاب لديهم مصالح والقسم الآخر موظفون من حق المواطن العراقي العيش في بغداد وفي أي محافظة أخرى، سواء بغداد أو أي محافظة أخرى وفي أي شبر من العراق العظيم. محافظة الجميع وليست لجهة دون أخرى، يعني الجميع له الحق في السكن والعيش الرغيد، وما يحدث سيؤذي النسيج المجتمعي بحسب التقرير الذي ورد في الصحيفة. لما لا يتقشف العراقيون بدلا من أن يتسولوا على أبواب الدول المانحة ويعرضوا أنفسهم لسخرية شركات الاستثمار العالمية، ويشكك الكثيرون في موقف الحكومة العراقية من مسألة إعمار بلادها المدمرة بسبب الحروب الخارجية والداخلية وبسبب السلوك الفوضوي الذي فرط بكل ما كان العراق يملكه من مصانع وجامعات ومشاريع زراعية، إذ تعرف جميع الأطراف
أو بالأحرى تعرف جيدا جميع الأطراف المعنية بشأن العراقي أن هناك هدرا هائلا للأموال في العراق، وهو هدر منظم سنت من أجله القوانين، وصار مجلس النواب يجتمع دوريا من أجل أن يضفي عليه صلابة تشريعية. هكذا يرى الكاتب فاروق يوسف في مقال له بصحيفة العرب اللندني. تعرف جميع الأطراف المعنية بالشأن العراقي أن هناك هدراً هائلاً للأموال في العراق، وهو هدر منظم سنت من أجله القوانين، وصار مجلس النواب يجتمع دورياً من أجل أن يضفي عليه صلابة تشريعية. لذلك فمن غير المتوقع أن تستلم الحكومة العراقية ما تحلم بالحصول عليه نقداً، لا لشيء إلا لأن ذلك النقد من وجهة نظر الجميع سيذهب إلى أرصدة الأحزاب التي تتقاسم ثروات البلد في ظل نظام المحاصصة. لقد نشأت في العراق الجديد فئات طفيلية تمكنت من الإمساك بثروة البلد من غير أن تفعل أو تقدم شيئا لشعبها. تلك الفئات هي التي تتولى تصريف الشؤون الاقتصاد في ظل حكومة لا تستعين بخبراء الاقتصاد، بل تخشى أن يقول أولئك الخبراء رأيهم المهني فيما تقوم به الدولة الريعية التي أنشأها الفاسدون لم تشمل العراقيين كلهم برعايتها. ما يضحك في عمليات الفساد أن هناك حوالي 3 ملايين سجين سياسي يجري تعويضهم شهريا بمبالغ خيالية. من يعرف تاريخ العراق لابد أن يدرك جيدا أن لا وجود لما يسمى بالسجين السياسي في بلد عرف بطغيان لغة العنف. ويضيف الكاتب أيضا سيصدم سياسي العراق بمطالبة الدول المانحة بإصلاح الاقتصاد العراقي، سيصدمون بأن فلسا واحدا لن يذهب إلى جيوبهم، فالبلد الذي أهدروا ثرواته قادر على أن يقف على قدميه من غير أن يتعرض لمذلة التسول. شملت إجراءات قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب في آب الماضي أكثر من 40 سياسيا مدانا بعمليات اختلاس للمال العام بعدما سرقوا ما يزيد عن 4 مليارات دولار خلال السنوات القليلة الماضية. وبحسب لجنة النزاهة البرلمانية أن بعضا من هؤلاء المدانين بدأوا بتزييد ما بذمتهم من أموال إلى خزينة الدولة، معتمدين بذلك على فقرات في قانون العفو تشترط إطلاق سراح مختلسي المال العام بعد تزييد ما بذمتهم من أموال، وفق تقرير لصحيفة المدى العراقية. وبحسب لجنة النزاهة البرلمانية إن بعض من هؤلاء المدنيين بدأوا بتسديد ما بذمتهم من أموال إلى خزينة الدولة، معتمدين بذلك على فقرات في قانون العفو تشترط إطلاق سراح مختلسي المال العام بعد تسديد ما بذمتهم من أموال. وكشف نواب أن حجم الأموال التي سددت من قبل هؤلاء المدنيين وصلت إلى ما يقرب من 500 مليون دولار، ويؤكدون شمول وزير التجارة السابق فلاح السوداني في إجراءات قانون العفو في حال سدد ما بذمته من أموال. ويكشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي في تصريح للمدى عن شمول أكثر من 40 سياسيا مدانا بعمليات هدر واختلاس للمال العام في إجراءات قانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب، مؤكدا أن هذه الإجراءات تشترط تسديد ما بذمتهم من المال العام مقابل إطلاق سراحهم. ويبرر التقرير حسب النزاهة أن تضمين قانون العفو العام بفقرات تسمح بالإفراج عن مختلسي المال العام بالقول إنه لا طريقة أمامنا بعد فشل كل مؤسسات الدولة العراقية في استرجاع ما يقرب من أكثر من 1000 ملف استرداد، مؤكدا أن هؤلاء السياسيين والمختلسين لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات بعد صدور قيد جنائي بحقهم. لا بد من الإدراك جيدا بداية بأنه ليس ثمة شكل واحد يمكن اعتماده في حالات إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع، وأن لكل حالة خصوصيتها وسياقها الموضوعي الخاص، ولكن بالتأكيد ثمة مقاربات منهجية تتعلق بتحديد الأولويات ووضع الاستراتيجيات الخاصة بإعادة الإعمار. وتبعا لما يقرر بعض الباحثين في هذا المجال فإن دروسا
رئيسية يمكن استخلاصها في هذا المجال، من بينها أنه يجب أولا قبل تقديم المساعدات الدولية أن يتوفر إطار سياسي لإعادة الإعمار يرتبط ارتباطا وثيقا وكاملا بإيجاد حل مقبول وطني ودولي لهذا الصراع الذي أوجب عملية إعادة الإعمار، وإن الحكومات في بلدان النزاع تحتاج إلى ذلك. ثانيا إلى الدعم في إطار توفير ميزانية شاملة علنية وشفافة، ذلك أن الشفافية والمساءلة هما جوهر هذه العملية حسب ما جاء في مقال للكاتب يحيى الكبيسي في صحيفة القدس العربية. إن برنامج إعادة الإعمار يجب أن يتم تطويرها مع الجهات المانحة، ويجب أن تتطابق هذه البرامج مع حاجات البلد الحقيقية. وأخيرا يجب على الفاعلين الدوليين أن ينسقوا جهودهم من خلال وضع الأموال في صندوق يدار من خلال شراكة بين الحكومة الوطنية ومنظمة المجتمع المدني، ويمكن لممثلي هذه الدول أن يكونوا أداة للحد من التشظي والازدواجية في العمل. وبذلك فإن عملية إعادة الإعمار ليست عملية فنية معزولة، بل هي ترتبط تماما بطبيعة الصراع الذي يسبق إعادة الإعمار ومدياته من جهة، وبطبيعة الوضع السياسي القائم في مرحلة ما بعد الصراع من جهة ثانية. وبالتالي فإن مسألة إعادة بناء البنية التحتية والحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية لا ينفصل مطلقا عن الإصلاح الهيكلي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، كما لا ينفصل عن قضايا جوهرية مثل العدالة والمصالحة والحكم الرشيد والمشاركة. أظن أن الفساد اليوم بات علامة شاخصة وعنوانا عريضا يطبق على البلاد بمفاصلها وأركانها جميعا، كما أنه لم يعد إداريا وماليا فحسب، بل استحدث كل من اعتلى السلطة في العملية السياسية في العراق. هكذا يرى الكاتب علي في مقالة له بموقع كتابات. وأظن الفساد اليوم بات علامة شاخصة وعنوانا عريضا يطبق على البلاد بمفاصلها وأركانها جميعا، كما أنه لم يعد إداريا وماليا فحسب، بل استحدث كل من اعتلى منصبا رفيعا أو غليظا أو عريضا أو طويلا أطوارا جديدة من الفساد، واستجدت على أيديهم طرائق ووسائل في السرقات والتحايل والالتفاف على القانون والذوق والأعراف والشرف لم تكن بحسبان قراصنة القرون الوسطى ولا القديمة ولا الحديثة. وبلغ هذا الغول في مؤسسات الدولة وهيئاتها وجميع مفاصلها حدا تصعب فيه مواجهته بالتراخي والتهاون والتواطؤ. ومن المؤلم والمحزن أن الثلاثة الأخيرات أضحت تشكل بدورها فسادا يضاف إلى قائمة الفسادات المستشرية في البلد، حيث جاءت كما يصورها مثلنا 6 مع 60، الأمر الذي فاقم أثرها وتأثيرها على المواطن حتى بات يحاكي بيت القاضي أبي بكر بن العربي حين أنشد: ولو كان رمحا واحدا لالتقيته، لكنه رمح وثان وثالث. وفي حقيقة الأمر لو رجعنا، أو بالأحرى راجعنا أنفسنا قليلا، لمسنا الخلل الذي فاقمناه والذي اتسعت على أيدينا سلبياته في عصر الحرية والديمقراطية وتحت إشراف ومباركة بعض الشخصيات والكتل والأحزاب وما يدفعها من الداخل والخارج لأهداف معلومة ومدروسة. وإذا بحثنا جيدا عن الحلول علينا التخلي عن كل تبعات الماضي وتداعيات الحاضر حسب الكاتب. كانت بلا شك مفاجأة صادمة لإسرائيل التي اعتادت طائراتها التنزه فعلا في أجواء سوريا لاصطياد مواقع للنظام أو لإيران، ولديها معلومات من الأرض بأن شحنات عسكرية جديدة أنزلت فيها، وكانت بلا شك تجربة وإرهاصا مثيرين لإيران والنظام السوري وحزب الله أيضا. فهذه المرة الأولى التي تسمح فيها روسيا باستهداف طائرة إسرائيلية بهدف إسقاطها حسب الكاتب عبد الوهاب بدرخان في مقال بصحيفة الحياة اللندنية. ليس واضحا بعد ما إذا كان هذا الحدث سيحسن الجو القاتم الذي هيمن أخيرا على علاقة النظام مع إيران التي ألغت شحنات وقود ومواد طبية مقررة سابقا، وذلك كتعبير عن غضبها من عدم تنفيذ النظام مذكرات تفاهم
لمنحها إدارة محطات كهرباء. ونقلت مصادر أن الإيرانيين باتوا يقولون إنهم سيأخذون ما يريدون بطريقتهم ولن يعطوا النظام ما يحتاج إليه، إذ يتهمونه أنه كذب عليهم وظل يسوف في الملفات المتفق عليها، ليكتشفوا لاحقا أنه وقع اتفاقات في شأنها مع روسيا. وسبق للإيرانيين أن طلبوا قاعدة بحرية ولم يوافق الروس عليها، كما اتفقوا مع النظام على حصة في استثمار الفوسفات، لكن الروس وضعوا أيديهم على المناجم والمنشآت كلها. كذلك أرادوا إنشاء شركة ثالثة للاتصالات أو حصة رئيسية فيها، غير أن العراقيل البيروقراطية أبطأت المشروع، والواقع أن الممانعة الروسية هي السبب. ليس واضحا أيضا ما إذا كان الحدث سيلطف أجواء العلاقة بين الروس والنظام، إذ إنهم يحملونه جانبا كبيرا من فشل مؤتمر سوتشي، خصوصا بتركيبة الوفود التي أرسلها وطبيعة الأشخاص الذين كانوا بمعظمهم من الأتباع المكلفين بإفساد أجواء المؤتمر برمته. أما النظام فكان لديه مأخذ رئيسي على روسيا التي تعرف جيدا أن عفرين كانت دائما في صفه، لكنها تجاهلت ذلك مفضلة تسهيل العملية العسكرية التركية بحسب الكاتب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة الحوار والتي سنتحدث فيها أسماء. بعيدا عن السياسة، فتح صاحب محل جزارة بالعاصمة المصرية القاهرة منزله القريب من مستشفى لمعالجة السرطان مجانا أمام الأطفال المرضى وعائلاتهم حتى لا يقعوا ضحية لأصحاب شقق الإيجار. يقدم قصاب في حي السيدة زينب التاريخي في القاهرة إقامة مجانية منذ 3 سنوات للأسر التي تعالج أطفالها في مستشفى معروف لعلاج سرطان الأطفال بالعاصمة المصرية القاهرة. وأقرر القصاب صيام عبدو المعروف باسم عم زازة مساعدة الأسر المناضلة التي تسافر للقاهرة مع أطفالها المرضى بانتظام لعلاجهم في مستشفى 57357 الذي يقدم لهم جلسات علاج كيميائي وإشعاعي أسبوعيا، ويتيح القصاب شقة سكنية في بيت يملكه أمام المستشفى، وتتسع الشقة لسبعة مرضى في وقت واحد. وتأتي مبادرة العم ضاضة نظرا لأن دور الإقامة بالأحرى المجانية التي تتوفر لأسر الأطفال المرضى بعيدة وغير مريحة، في حين أن أماكن الإقامة حول المستشفى عادة ما تكون مرتفعة الثمن بسبب غلو الإيجارات بالمنطقة. ويتيح القصاب لأسر الأطفال المرضى الإقامة في شقته مجانا طالما يتلقى أطفالهم علاجا بالمستشفى، ولا يشترط عليهم سوى تقديم شهادة طبية من المستشفى. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.